طبعا بالبدء كانت زياره دوله الرئيس مجلس الوزراء لمحافظه ذيقار موفقه جدا، لاول مره رئيس وزراء يزور محافظه ذيقار ويهتم بالمفاصل الدقيقه بالمحافظه، يعني كان اللقاء موفق، يعني لاول مره رئيس وزراء يجتمع مع مدراء الدوائر الخدميه، لاول مره يسمع باذن صاغيه وبلياقه عاليه ويتحاور مع مدراء الدوائر، سابقا كانت هذا غير موجوده، فهذا في شيء ايجابي، يعني شيء ايجابي ويبحث بالامل والاطمئنانيه العاليه في نفوس الذيقاريين ان هناك رئيس وزراء يهتم بمحافظه في جنوب العراق وتفاصيلها. نعم. اللقاء كان جيد وايجابي، وصلنا لمرحله انه سمع كل مطالبنا. نعم. وكل مشاكلنا، شكل لجان بتوجيه فريق جهد هندسي. عندكم مشاكل بالمحافظه؟ طبعا عندنا مشاكل ومشاريع متلكيه واقعا موجوده، وهي نعم. سبب التلك هذا سبب يعني مع قرار الدوله، مع توقيع العقود، مع تمليك الاراضي للمستثمرين للسكنيين وغير السكنيين، فرجل جزاه الله خير شكل لجنه راسا بمكتب رئيس الوزراء.